ده التمرين التاني، هتقوم سيادتك من خلال معيشتك داخل قاعة المحاضرات بتاعتك، المرسم بتاعك خلال ال4 سنين، ان انت تدرس كل التفاصيل اللي موجودة فيه وتبتدي تطبق مجال علم الارجونومكس على كافة العناصر اللي انت بتستخدمها كطالب معماري. اولا هنبتدي من الراحة الحرارية او الراحة الانسانية جوه الفراغ، من ناحية الحرارة، من ناحية الضوء، من ناحية الخصوصية، من ناحية الصوت. كل ده هتدرسه بناء على المحاضرات اللي سبق وشرحناها، وفي نفس الوقت هتطبق كمان على التولز اللي انت بتستخدمها زي ما سبق ونوهنا، ترابيزه الرسم، الكرسي، المساحه بتاعتك كطالب جوه القاعه. فكل ده هتبتدي تطبق مجالات وتطبيق علم العلوم الانسانيه مع علم الارجنومكس.